تنجم تصدر، نجم تخرج على السوق المحليه اللي هي اصبحت شويه ضيقه على 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 الشركه التونسيه، على فرص الاستثمار ايضا. فلازم احنا كبلد افريقي اولا، وعندنا كفاءات الحمد لله، وعندنا خصوصا يعني برشا مبادرات من شركات تونسيه قديمه خذت نقولوا احنا المبادره واخذت الجراه انها تدخل للسوق الافريقيه منذ سنوات طويله، رغم الصعوبات، رغم شويه يعني اختلاف السوق الافريقيه على السوق الاوروبيه. هي اكثر منظمه، فيها اكثر نقولوا احنا ضامن، فيها اكثر يعني معاملات يعني منظمه خير من السوق الافريقيه، ولكن فما برشا نقولوا احنا بالانجليزي نقولوا ساكس ستوري، يعني شركات قصص نجاح، قصص نجاح لشركات تونسيه، خاصه انه مجال الاستثمار في افريقيا مفتوح على مصراعيه ومطلوب الكفاءات التونسيه. دائما تبلغنا اصداء سليمان لكفاءات تونسيه حققت مشاريع، او مثلا الشبكه الاتصاليه في موريتانيا كانت بكفاءات تونسيه، هذا مثال فقط. يعني المجال مفتوح، وافريقيا تميز بثرواتها وتتميز بغناها اللي المستثمر التونسي يمكن ما يلقاش فرصه خير من هالغناء وهالثراء هذا لتحقيق يعني الربح، اولا اللي يعود بالنفع على المجموعه الوطنيه، وثانيا على الدوله الافريقيه الصديقه اللي باش يستثمر فيها. هات تعطينا برنامج التظاهر واهم الاستضافات فيها عادل. التظاهره اذا كانت هي نهار سبعة، نهار السبت الفارط، نهار 7 ماي في يعني في مركز الاتكاء، مركز المقر الاجتماعي الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه. استدعينا فيها، حاولنا نكونوا يعني معناتها نختلفوا شويه في الصفه نتاع السيد المحاضرين. استدعينا السيد كمال بن يغلان اللي هو القنصل الشرفي لجمهوريه غانا، القنصل العام الشرفي، القنصل العام الشرفي لجمهوريه غانا، وهو كذلك يعني مستشار في وزاره التجاره بالنسبه للتصدير في تونس، وهو بالطبيعه زاد وزاره التجاره والسياحه ولات التجاره والسياحه هو بدلوا اسمه. زاد كيف كيف هو زاد هو سيناتور نقولوا احنا في الغرفه الفتيه، شيخ من شيوخ الغرفه الفتيه، ويعطيه الصحه يعني لبى الدعوه وكانت عنده مداخله مميزه ياسر. كيف كيف استدعينا زاد السيده شافيه شلبيه اللي هي مديره عامه للتصدير في امامنا صور هذه من تظاهره فرص الاعمال في افريقيا او بالسوق الافريقيه. عجبتني القاعده كما قاعده دافوس، يعني حواريه متميزه، وتبارك الله العديد من رجال الاعمال ودبلوماسيين الافارقه. قلنا بالاضافه الى القنصل العام الشرفي لغانا الخبير والشيخ من شيوخ الغرفه التونسي الاستاذ بن يغلان، شكون الاستضافات المميزه الاخرى والمحاضرات الاخرى عادل؟ السيده شافيه شلبيه من مركز الصادرات بتونس، هي مركز نهوض بالصادرات، مركز نهوض الصادرات بتونس، هي مديره عامه للتصدير خاصه مختصه في السوق الافريقيه. كيف كيف سي وليد بالحاج عمر من شركه تونسيه معروفه قديره في التصدير، تخدم ياسر على افريقيا وعنده خبره كبيره، كانت عنده محاضره مميزه ياسر. سي اسكندر هدار كانت يعني عنده مداخله فيما يخص يعني الحلول الالكترونيه في الربط بين السوق التونسيه والمصدر التونسي، كانت يعني فرصه باش ننوعوا شويه في عاده في شكل المداخلات. شفنا صور لرجال اعمال ودبلوماسيين افارقه ايضا كانوا حضروا، هذه حاجه يعني كانت مميزه في التظاهر، وانه كان فما حضور افريقي مميز دبلوماسي وحتى رجال اعمال وصحفيين يعني افارقه، كانت عندهم مداخلات مميزه ياسر، عرفونا اكثر يعني، كانت عندهم وجهه نظر مختلفه بالطبيعه على التونسي. طبعا كانت فرصه للتلاقي بين رجال الاعمال التونسيين والخبراء والرجال الاقتصاد يعني نظرائهم الافارقه. انت تو كنت تحكي على يعني على الجلسه، كانت حلوه الجلسه هذيك، نحات نقولوا احنا الاوبستاكل او الحاجز بين المحاضرين والحاضرين، وصلت بيا كان فما نقاش كان حلو ياسر وطول اكثر من اللازم هو، لكن كان حلو ياسر بين رجال الاعمال والدبلوماسيين الافريقيين. وصلت بيا للسؤال اللي نحب نسأله للسليمان، أهم الاستنتاجات اللي خرجتوا بها من هالندوة، اللي خرجوا بها للحضور سواء كان رجال أعمال ولا خبراء ولا غرفويين ولا يعني الأطراف الكل، وشنية أفاق الاستثمار في إفريقيا وأفاق يعني فرص الأعمال خاصة للشباب حسب ما لاحظتوا في هالتظاهرة هذه؟ صح، دونك احنا كما تعرف الغرفة ديما تحب تاخذ مواضيع مواضيع الساعة، مواضيع معناها تخص الشباب، تخص المجتمع المدني بصفة عامة. دونك الأعمال في أفريقيا كما قلت أنت ما كانتش من الأول فما فكرة واضحة، حابين نهارتها يحضروا مختصين
وكما قال عادل تنقسمت على اثنين. التنشيط نتاع الفقرة الأولى كانت من لشيخنا الرئيس العالمي موسى باروني، والفقرة الثانية كانت بتنشيط راول فون من الكاميرون وهو رئيس تحرير جريدة الأخبار الكاميرونية، لا تونسية، الخبير خبير رئيس تحرير جريدة الخبير. دونك معناها انهرتها كي حضروا معنا المحاضرين حاولوا باش يبينوا فرص الموجوده في افريقيا، وبطبيعه صار معناها تفاعل بينهم وبين الحاضرين، مما خلى معناها الحاضرين يفهموا برشا معناها فرص، يعرفوا برشا فرص اللي كانوا قبل ما يعرفوهاش، نجموا يسالوا نجموا يستفسروا، عندهم برشا استفسارات. الهدف من الاخر هو معناها باش نوضحوا الاعمال في افريقيا بالنسبه للباحثين بالنسبه للشركات هذم، باش نحيوا لهم كما قال شويه حاجز من الخوف، خاصه فما برشا باعثين يخافوا باش يمشيوا لافريقيا، ما يعرفوش افريقيا، كما تعرف افريقيا يقول لك بعيده، افكار يعني مسبقه، يمكن حتى عراقيل على مستوى يعني ما كل ما هو لوجستي النقل والقوانين والأنظمة والمعطيات العامة للدول الإفريقية، لكن ما هيش مبرر الحكاية هذه باش ما يكونش عنا استثمار كبير، خاصة أنه كما قلنا الثروات الإفريقية لا تنتظر إلا من يستثمرها. بطبيعة إن شاء الله نكون احنا وفقنا باش نوضحنا الفرص الموجودة في إفريقيا، وهذا بطبيعة شي يتواصل معنا لسنوات، معنا كما كانت المرة هذه محاضرة نجم يكون بعد المتابعة مهمة ياسر. ما نعرفش إذا كان الغرفة عندها برنامج للمتابعة وإلا أعطينا نشاطها وفكرة على برامجها ونشاطها في الأشهر القادمة. المتابعة موجودة مع وزارة الخارجية، مع مركز النهوض بالصادرات ووزارة التجارة، وهذا معناه في القريب العاجل إن شاء الله. بالنسبة للغرفة، الغرفة الفتية الاقتصادية بتونس العاصمة تحتفل السنة ب 40 سنة من التأسيس. الغرفة معناها شما في ذكرى إن شاء الله في جوان يكون معناها احتفال لتكريم أهم الشخصيات اللي خدموا الغرفة، اللي خدموا معناها الجمعية متاعنا. كيف يتواصلوا ديما الأحداث متاع الغرفة، وإن شاء الله فيها يكون في عنا في شهر أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للغذاء متظاهر اسمها مهرجان العجين، حاولوا من خلالها باش نبرزوا أهم معناها التراث الغذائي في العجين، كسكسي، مقرونة، حاولوا باش نبرزوا كيفاش قبل كان الأنواع متاعه. كيف عنا تظاهرة عملناها على المستوى تونس، وهي تظاهرة أحسن خمسة ذوي الاحتياجات الخصوصية أكثر تألق في تونس. السنة إن شاء الله تتعاود في على منطقة شمال أفريقيا، على مستوى منطقة شمال أفريقيا، يعني ستة دول تقريبا. وخلال السنة كاملة عنا دروس تكوينية، عنا تظاهرات تكوينية، وقمنا بها أخيرا في بني متير بالمشاركة مع عدد غرف من أقليم تونس الكبرى. يعني نشاط حافل بالطبيعة، وهذا معناها نحاولوا باش نمروا معناها نقوموا بنشاط نشاركوا فيه المجتمع المدني، ويكون عنده امباكت، عنده قيمة مضافة على المجتمع المدني، وخاصة معناها على تونس والفترة هذه الناس كل يلزمنا نوقف إن شاء الله جانب إلى جنب إن شاء الله. شكرا لكم على هالعمل التطوعي القيم والمتميز. شكرا لك سليمان بوسريح رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بتونس العاصمة، أيضا عادل لهذيلي عضو الغرفة ومدير تظاهرة فرص الأعمال بالسوق الإفريقية اللي نظمتها الغرفة يوم السبت الفارط. مازالت فقراتنا متواصلة بعد أنغام.